السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. سمو رئيس الوزراء يصدر تعميما بشأن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك. وزير العمل يوجه المنشآت إلى تكثيف جهودهم الوقائية في مواقع العمل ومساكن العمال. أسر بحرينية منتجة تنتج 100,000 كمامة وتوزع بالمجان. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية. وجاء في التعميم أنه في شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرية يكون الدوام الرسمي في وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر. أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد آل حمدان على تكثيف جهود الوزارة لمراقبة المنشآت العاملة في القطاع الخاص والوقوف على مدى التزامها بكافة التعليمات الرسمية خلال هذه الفترة الاستثنائية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وفي هذا السياق حث حمدان أصحاب الأعمال على تكثيف جهودهم الوقائية وتدابيرهم الاحترازية لضمان حماية العمال، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت التي لا تلتزم بضمان سلامة وصحة العمال، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتشكيل فريق متخصص يضم طاقما متكامل من مشرفي ومهندسي السلامة المهنية بهدف تكثيف التواصل مع مختلف المنشآت للتأكد من تفعيل المادة القانونية الخاصة بتشكيل لجان للسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وفي هذا السياق أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد آل حمدان في وقت سابق تعميما إداريا لمنشآت القطاع الخاص بشأن مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في مواقع العمل ومساكن العمال بمنشآت القطاع الخاص.
هذا وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادراتها الوطنية لصناعة كمامات بأيدي بحرينية توزع بالمجان لكافة المواطنين والمقيمين في البحرين، ويتم إنتاجها من قبل 200 أسرة ومتدربة من خريجات الدورات التدريبية في المراكز الاجتماعية، إذ تهدف هذه المبادرة الوطنية إلى إنتاج 100,000 كمام طبي خلال شهر، ويتم توزيعها مجانا على المواطنين والمقيمين. كما وسوف تتكفل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير المواد الخام الخاصة بالإنتاج للأسر المنتجة. هذا وتم وضع خطة شاملة لتوزيع الكمامات مجانا على المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتنسيق الجهود الوطنية بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ذوي النشاط المجتمعي. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. أكثر من 55,000 طالب في الابتدائي يستفيدون من خدمات البوابة التعليمية. بدأت محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية الشرطة أولى عمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة المتمركزة وسط المنامة، ومن ثم نقلها لمقر اللواء المؤقت المقام بمنتزه عين عذاري. وأكد الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن عملية الإجلاء تتم بشكل تدريجي وعبر خطوات مدروسة بهدف تخفيف الكثافة العددية في المباني السكنية المكتظة بوسط المنامة للمساهمة في مكافحة كورونا. هذا وأوضح أن المحافظة قامت بالتعاون مع المديرية بوضع خطة مسبقة تمت مناقشتها مع المعنيين، تضمنت خط سير إخلاء العمالة وصولا لمقر إيوائهم بصورة سلسة بواسطة فريق عمل متقن ومواصلات مخصصة لذلك. قال وكيل شؤون البلدية بوزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة إن أعمال شركتي النظافة ستعود إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن شركتي النظافة قامت بالتعاقد مع القطاع الخاص لتزويدهم بعمال للقيام بأعمال الكنس اليدوي بدلا من العمال الذين يخضعون لإجراءات الفحص وإجراءات الوقاية. هذا وأوضح أن سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يتابع ملف النظافة، وأن الأمور تسير بصورة منتظمة، وأن الخطط البديلة التي وضعت للحد من تأثير نقص العمالة اليدوية في الفترة الحالية بصورة مؤقتة إلى حين استكمال الإجراءات الوقائية تسير بصورة جيدة. وأكد وكيل شؤون البلديات أن نسبة عمل آليات النظافة في شركتين تعمل بنسبة 100%، فيما تصل نسبة العمل اليدوي بنسبة 80%، ومن المؤمل أن ترجع أعمال النظافة اليدوية في سابق عهدها وبصورة طبيعية في الأيام القليلة القادمة. وأضاف أن عملية تنظيف الأسواق المركزية تتم بصورة يومية دون توقف في جميع المحافظات.
أكدت الأستاذة فاطمة شاهين البعينين مدير دارة التعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم على المشاركة الواسعة لطلبة المرحلة الابتدائية في عملية التعلم عن بعد عبر الوسائط العديدة التي وفرتها الوزارة، بما في ذلك الاستفادة من خدمات البوابة التعليمية من قبل حوالي 55 ألف طالب وطالبة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معلمي المرحلة الابتدائية قد أنجزوا حتى الآن أكثر من 182 ألف محتوى تعليميا رقميا، وتم رفعها على البوابة وتنوعت بين الدروس والأنشطة والإثراءات والواجبات وحلقة النقاش. وأضافت البعينين أن عملية تقييم الطلبة وفق الآلية التي وضعتها الوزارة تسير بصورة طبيعية وبمشاركة مميزة، بما في ذلك تمكن 96% من الطلاب من إنجاز التطبيق الأول في الوقت المحدد لذلك، مع المتابعة الحثيثة للنسبة المتبقية لضمان استكمالها للتطبيق بأي طريقة ممكنة، بما في ذلك إمكانية تسليمه ورقيا إلى المدرسة في حال تعذر أدائه إلكترونيا. وإلى الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، إلى اللقاء.